سيدي رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية مستغانم، سيدي رئيس المجلس الشعبي البلدي، السيدات والسادة، السيدة قدوري إطار بوزارة الثقافة ممثلة عن السيدة معالي وزير الثقافة، سعادة مستشار السيد معالي وزير الثقافة السيد بن عيشة، سيدتي المحترمة السيدة مديرة الثقافة لولاية مستغانم السيدة عنكور، الضيوف الأفاضل، السلطات المدنية وأقول العسكرية، مرحبا بكم السيد محافظ المهرجان، كذلك السيد عبد القادر بن دعماش الذي توارى عن الأنظار، هكذا طبعا عايدناه رجلا في الخفاء، كما هم كذلك كل الطاقم الذين سيشرفون على إيجاح هذه التظاهرة. سيداتي سادتي مساء الخير، مرحبا بكم في عرس مستغانم، في عرس سيدي الأخضر، وهي تحتفل وتستقبل الدورة الأولى لفعاليات المهرجان الثقافي الوطني للشعر المنحون في دورته الأولى، المرسم طبعا من طرف وزارة الثقافة. وأخيرا لسيدي الأخضر طبعا مهرجانها، ولمستغانم مهرجان آخر ينضم طبعا لسلسلة الفعاليات والنشاطات الثقافية التي ترعاها السيدة معالي وزيرة الثقافة، وتدخل كذلك في أجندة الفعاليات والنشاطات المرسمة من طرف وزارة الثقافة، يدخل فيها طبعا المهرجان الثقافي الوطني للشعر الشعبي واحدة منها، أكثر من 165 مهرجانا مؤسسا بين دولي ووطني. إذن هي الدورة الأولى لفعاليات المهرجان الثقافي الوطني للشعر المنحون، تحتفي وتحيي ذاكرة أحد أقطاب، أنا نقول الشعر في الجزائر، أمير شعر المنحون، بل هو مؤسس شعر المنحون، ونحن هذا المساء في حضرة مقامه الشيخ سيدي الأخضر بن خلوف، شخصية طبعا عريقة، وقفة تكريم وتقدير ستكون على طيلة أيام المهرجان، والمهرجان يحتفل طبعا بالعديد من النشاطات والفعاليات راح نذكركم بها واحدة واحدة. وفي البداية طبعا كما جرت عليه العادة سنسير طبعا في خطى الجانب البروتوكولي والرسمي، كلمات طبعا السيدات والسادة، أبدأ بالسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي الأخضر هكذا ليقدم كلمة، تحية من فضلكم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي الأخضر، وباسم سكان البلدية بلدية سيدي الأخضر، أرحب بالجميع، وإن شاء الله سنقضي من يوم 20 أوت حتى اليوم 26 أوت أيام ملؤها السعادة والهناء باحتضان بلديتنا هذا المهرجان الوطني للشعر الملحون لسيدي الأخضر بن خلوف. أدعو الآن فيما يلي السيد عداد نور الدين نيابة عن محافظة المهرجان ونيابة عن السيد محافظ المهرجان. شكرا. مدينة مستغانم الساحرة وبلدة سيدي الأخضر المضيافة يكفيها فخرا أنها أنجبت عالما جليلا ومجاهدا مقداما وشاعرا ملهما ومؤرخا كبيرا اسمه سيدي الأخضر بن خلوف. نيابة عن العائلة وعن الأحفاد يتفضل الحاج بوفرمة لإلقاء كلمة، فليتفضل مشكور. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى الصحابة الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، الوفد الآتين من العاصمة على رأسهم السيد بن عيشة والأخ سيد الوالي، أعضاء المجالس البلدية والرؤساء، الأخت مديرة الثقافة وكل الزائرين، أرحب بكم ترحيبة الخلوفي. يا زائر عاجو عندي نقول مرحبا بالضيف إذا زار، البيع وشا من عندي، حانوت بن خلوف حانوت العطار في خيمة الشعر يا ودي، خدي ونيس خد النبي المختار،
سيد العباد محمدي. نيابة عن السيدة معالي وزيرة الثقافة، يتفضل السيد بن عيشة مستشار السيدة معالي وزيرة الثقافة ليعلن رسميا عن افتتاح هذه التظاهرة، فليتفضل مشكورا. حيونا اعطونا تحية ركول الدين غزال مبديناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم السيدة الوزيرة وزيرة الثقافة التي كانت تتمنى أن تحضر هذا الملتقى الكريم، إلا أن ظروف خاصة وفي مهمة خاصة جعلها لا تحضر هذا الحفل الميمون، وعليه نشكر السلطات المحلية والبلدية وعلى رأس هذه الولاية السيد الوالي المحترم على استضافته لهذا المهرجان وتشجيعه عليه. وعلى هذا أعلن باسم السيدة وزيرة الثقافة افتتاح هذا المهرجان الذي نتمنى له النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا طبعا نشيد بكل مشهودات ومواقف السيدة معالي وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي، حتى ولا تحضر طبعا الفعاليات والنشاطات 165 مهرجان، من المستحيل انك تحضر كل المهرجانات، ولكن الاكيد طبعا انها تتابع عن كثب طبعا نجاحها من طرف طبعا السيدات والسادة محافظي المهرجانات والفعاليات. اذا بصورة رسمية افتتحت فعاليات ورفع الستار على الدورة الأولى لفعالية المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون. اليوم نحن في مقام حضرة الشيخ سيدي بن خلوف مقصد الزوار طبعا في حلقات روحانية إلهية، ستستمتعون الآن فيما يلي بحلقات السماع الصوفي، فتحية. شكرا.
أغانيته بطرداها من أشعار العملاق الشيخ سيدي الخضر بن خلوف. فتحية لفيصل بن كريزي. وصلت الجماعة في درقة عن مكانها السمع والبصرة تموت التقصار السمع والبصرة تموت التقصار ألف سيد الله ما يسدوني
أنا كثير أصحابي قالوا صدوة العاشقين في الله وفيك حبوني أنا كثير أصحابي قالوا صدوة العاشقين في الله وفيك واحد آخر أيضا من أسماء الشعر الشعبي معروف في تيهرت عاصمة تيهرت صديق شي بوزيان يتفضل مشكورا وعندما يحضر تغيب كل الكلمات طبعا في الشعر الشعبي الجميل البعيد عن الأوصاف والخلال وما شابه أيضا تحية لشعر بوزيان من تيهرت من تيهرت عنوان قصيدة المتواضعة في مقام التجلي سنة مبروكة وصابتها ثرة سنة مبروكة وصابتها ثرة غلتها ضامنة وزرعها بقر مبروك هذا الوعد بقبول الثورة ومبروك ومبروك ذي الليلة على هذا المنبر ومبروك المولود للشيوخ النعرة لمتهم لمة وميعاد منور ومبروك المنجاد وسعاد الذكرى مبروك المنجاد وسعاد الذكرى وكان سباب الجمع الحي ما يكبر ومبروك العرس من جديد على الأسرة ويشكروا من كان للفرجة مستر ومبروك على مستغانم من حرة هادو صح أولادها بهم تفخر ومبروك الفرحة على ناس الطهرة جيت نهلل في حماهم ومبشر بالقصد نقولها ونبصم بالعشرة ما دام الوعد في حما سيدي الأخضر ولا يجيب مبروك الفرحة على ناس الظهرة شكرا مبروك الفرحة على ناس الظهرة جيت نهلل في حماهم ومبشر بالقصد نقولها ونبصم بالعشرة ما دام الوعد فيه ما سيدي الاخضر وانا يا جيت بالخلو في نستظرة ومتمني من خيمة الشيخ نعشر مسعدني بزيارة كبير الحضرة وتحت ظلاله جيت قاصة نستاجر هذا شيخ الشيوخ في التل وصحرة وهذا من بيه نجلس تتشهر وهذا اسمه في القبر
فات الشهرة همة وعناية وتاريخه يهدر، وهذا نافع للوطن ضد الكفرة. وقصة من الزغران ما زالت تخبر، وهذا الزاهد سيرته لنا فخرة، وبعيون العارفين في الظلمة تظهر، وهذا مداحن بزين البشرى ويشفع فيها إن شاء الله يوم المحشر. نمر إلى سكيكدا إلى الشرق الجزائري، هذا هو البعد الوطني طبعا للمهرجان مع الشيخ عبد الحميد جلواجي، عنوان القصيدة مرحبا بسلامك يشفعنا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. تحية للشيخ جلواجي عبد الحميد. مرحبا بسلامك يشفعنا المضفر، عليك كل السلام وصاحب الخلود، جيت عند قدامه بقيت فيه منظر، يسليت عن الشوفة يتقصر ثمودي، يسليل عديدة وانا ذليل صبر، دود سيد بشوقة يتقصر بنودي، من بعدك عليا يا ضياء ثمادي. نور وجهك في قلبي لاحكي قرية، اسمك محمد مرشوق فيك بادي، ما يزول ولا يحل لا صبح يا عشية. مرحبا بسلامك يشفي على الهادي، يا إمام ابن هاشم تاج وردية. مرحبا بسلامك يشفي على الهادي، يا إمام ابن هاشم تاج وردية. هاد الشراب له أواني، ما يذوقه
صافي صافي نعشق راني من عني من قلب صافي ارحم عظام من خلو نبدع سيد العباد طه المكتفي ما دامت عيني تشوف مع الشيخ هواري بوفرما في قصيد الله يثبت الشرع تحية للشيخ هواري بوفرما الله يثبت الشرع الله يثبت الشرع حرمين ما بين العادين من عرش والبدع من شاف الراحة بحر في الأنتي
يوم يكون حاصل ينزل
ليلة سعيدة تجمعنا الجميع. تحية لنورين ولد موسى من مستغانم. مدى سهرت ومدى غنيت في الكدارة، لابسة عباية مطلية بالحمر، لابسة عباية مطلية بالحمر، جزاير رخيار مدينة الهدى، يا الديوان كبير فرسوم، الله سلكنا في ليلة الهجوم. باش خايل تنيت من العرب في حكم تخير الدين، العدل الأصيل ركب على فرسي منسوب لي شهب، هنا وغادي بيا بطريب سويمين، إذا نعبر سيفي نشافني هرب، نطرق تهاتي بيا لكل جيل. يعطيك الصحة الشيخ نورين ولد موسى، يلا سلكنا في ليلة الهجوم، كان هذا هو عنوان القصيد. تحية للفنان نورين ولد موسى من مستغانم. يعطيكم الصحة كمال برديب من الجزائر العاصمة. Thank you.
رسول الله